خلونا نروح مع حضراتكم دلوقتي لمحافظة الغربية، واللي فيها تم إطلاق أول بطولة لدوري المدارس في لعبة الشطرنج. البطولة دي بيشارك فيها حوالي 120 طالب وطالبة في مراحل التعليم المختلفة. خبر مهم جدا، الشطرنج طبعا من أهم الألعاب اللي بتنمي القدرات الذهنية. البطولة دي تم تنظيمها بالتزامن أيضا مع مبادرة شطرنجي في مدرستي. المبادرة دي بتقوم بتوزيع الشطرنج على المدارس بالمجان علشان تزود اهتمام الطلاب بهذه اللعبة الذهنية اللي بتساعد كتير في تشكيل وتحسين قدراتهم الذهنية. بمشاركة 120 طالبا وطالبة، انطلقت أول بطولة لدوري المدارس بالغربية في لعبة الشطرنج التي تستهدف طلاب المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة داخل المحافظة. البطولة تشمل مراحل التعليم المختلفة من 10 إدارات تعليمية بالغربية، وذلك بعد إجراء التصفيات الأولية في الإدارات التعليمية لاختيار ممثلين للإدارة من الطلبة والطالبات. مسابقة الدوري تنقسم إلى 3 بطولات طبقاً للمرحلة الدراسية، وتتضمن دوري المرحلة الابتدائية ودوري المرحلة الإعدادية ودوري المرحلة الثانوية. ونظراً للتحفيز الكامل بين الطلاب، تم وضع جوائز مالية وعينية للإدارات التعليمية الفائزة في كل مرحلة، تشمل المركز الأول كأس الدوري وجائزة مالية قدرها 500 جنيه وأربع ميداليات ذهبية لطلاب الإدارة، المركز الثاني 4 ميداليات فضية لطلاب الإدارة، والمركز الثالث 4 ميداليات برونزية لطلاب الإدارة. المسابقة تأتي بالتزامن مع ما تشهده محافظة الغربية لانطلاق مبادرة شطرنجي في مدرستي بتوزيع 100 شطرنج ل100 مدرسة مجاناً، وذلك سعياً لزيادة شعبية رياضة الشطرنج في المحافظة وزيادة الوعي بها لما لها من أثر كبير في تحسين القدرات الذهنية للطلاب. يعني زي ما شفنا في التقرير ان الشطرنج من الالعاب اللي بتحسن القدرات الذهنيه لدى الطلاب. طلاب من مدارس ابتدائي واعدادي وثانوي بيشاركوا في دوري المدارس للعبه الشطرنج في محافظه الغربيه، في حوافز وميداليات ومكافئات ماليه بتقدم للفائزين. خلينا نتعرف بتفاصيل اكتر. معانا على الهاتف محمد خلاف، رئيس منطقه الغربيه للشطرنج. برحب بيك يا استاذ محمد في صباح الخير يا مصر. مرحب بكم جميعا، صباح الخير يا مصر، صباح الخير يا استاذ مصطفى، استاذه مساء، صباح الخير عليكم جميعا. اهلا بيك. خليني اقول لك، يعني في بلاد زي روسيا وشرق اوروبا بترسخ هذه الثقافه في المدارس ان تتعلم الشطرنج من نعومه الاظافر، موضوع مش هوايه تلعبها وما تلعبهاش، لا دي بتبقى احد المناهج، ودي خلتهم متفوقين جدا في الخوارزميات وفي البروجرامنج وفي تطوير كل الحاجات، وبشوفنا منهم نماذج عظيمه جدا في الامن الالكتروني بالذات. احنا بنعمل ده ليه؟ يعني ليه محافظه الغربيه بتخش تدشن بطوله في الشطرنج وبتخش توصل لطلاب المدارس؟ ايه هو الهدف؟ ايه هي الرسائل اللي بتستهدفها هذه البطوله؟ تمام يا فندم، احنا حلمنا كوزاره الشباب والرياضه والاتحاد المصري للشطرنج ان فعلا حلمنا في يوم من الايام نقول للطلبه هيا بنا الى حصه دراسه الشطرنج. في 80 دوله على مستوى العالم زي ما حضرتك تفضلت وقلت دخلوا يعني رياضه الشطرنج كماده اساسيه في التعليم، وفعلا اثبتت التجارب العلميه ان تعليم الشطرنج بيعمل على زياده تحصيل الدراسي بمعدل يفوق ال 30% ويعمل على قدرات الاستيعاب وخاصه في المواد العلميه والحسابيه. ثانيا برضو بيعمل على تنميه القدرات الذهنيه اللي منها سرعه الادراك والقدره على التفكير والابداع والذكاء العام. ثالثا احنا البطولات دي بنعملها علشان اكتشاف وصقل وتدريب المواهب الرياضيه وتنميتهم بالشكل اللي يصبح منهم ناس عندها تفكير منطقي في حياتهم، لان اللعبه فعلا زي حضرتك قلت وتفضلت انها لعبه ذهنيه. حي. طيب لو احنا بنتكلم عن اعمار الطلاب المشاركين في البطوله، هل في حد ادنى او حد اقصى للاعمار ليهم ان هم يشتركوا يعني في البطوله؟ البطولة يا فندم كانت بتخاطب مرحلة الابتدائي والاعدادي والثانوي. يعني حضرتك عندنا من حوالي يعني 6 سنوات، وكان عندنا الناس من حوالي 5 سنوات بدأ اللعبة فعلا ممارستها، بيبدأ من حوالي 5 ل6 سنوات. احنا ما شاء الله شايفين الإقبال على الشاشة دلوقتي، يعني طلبة كتيرة قوي بيشاركوا. يا فندم فعلا عملنا مجهود كبير جدا عشان التصفيات الأولية، احنا عندنا 2300 مدرسة على مستوى محافظة الغربية فقط.
عشان نوصل اللي احنا نصفي نوصل بال 120 لاعب على مستوى 10 ادارات مجهود شهور. والحمد لله يعني الفرحه اللي كانت عند الاولاد اللي احنا بنفتح لهم قنوات للعب وممارسه اللعبه بشكل عملي وبشكل منظم. انا مش عاوز اقول لحضرتك فرحتي امبارح يعني تعبت جدا يعني في اخر اليوم، ولكن فرحه اولياء الامور وشكرهم لينا ودعمهم لينا اللي احنا بنوفر لهم قنوات للتدريب بالشكل ده في ابنائهم، وهم بيلاحظوا تطور ابنائهم نتيجه لعبه وممارسه هذه اللعبه الذهنيه لما لها اثر على تفكيرهم الذاتي وتخطيطهم الاستراتيجي في حياتهم العمليه والدراسيه. يعني الواحد بيبقى سعيد جدا جدا من النتائج دي، ويا رب في يوم من الايام يكون عندنا حصه للشطرنج. صحيح. ونحن اتفضل يا فندم. يا رب. صحيح. طيب هو السؤال الاهم برضو، احنا هنعمل ايه مع الطلاب الفائزين؟ هل مش مفروض ان احنا وهم الابرز ان احنا ندخلهم في كورسات متعلقه بالبرمجه بالخوارزميات الرقميه؟ صح. لان هم اكتر ناس عارف فهمني، مش محتاج اتكلم ما شاء الله يعني اكيد عندنا نماذج كويس. فعلا حضرتك كلام حضرتك فعلا فعلا المفروض دي بدايه مش نهايه. فلا بد حضرتك من توفر اكاديميات، حتى احنا مستعدين كوزاره الشباب او اتحاد مصر للشطرنج ان احنا ندرب ونثقل خبرات هذه الناشئين الصاعدين بقوه ان شاء الله يعني يمثلوا مصر في المحافل الدوليه. لو تم اتاحه فتح اكاديميات حتى في المدارس، انا بكلم حضرتك يعني بصفه الاتحاد المصري للشطرنج بنوفر كل الدعم من مدربين معتمدين ذو خبره في المجال. ومصر ما شاء الله احنا في الغربيه هنا عندنا مو صلاح الشطرنج باسم امين من 35 على العالم، احسن لاعب 35 على العالم حاليا وهو بيمثل منتخب مصر يعني. فاحنا مستعدين كل الدعم يعني بدون مقابل بدون اي شيء اللي احنا ندرب ونثقل هذه المواهب محتاج ونقدمها. ايه طيب محتاج ايه واحنا الناشط عبر برنامج صباح الخير يا مصر؟ اهتمام اماكن فقط، اماكن بدل ثقافه الناس ان الشطرنج لعبه مقاهي. انا عاوزين نغير المفهوم ده اطلاقا. عاوزين ندخله المدارس الانديه المراكز الشباب، والكلام ده كله هيتم لان لعبه الشطرنج يا فندم يعني ادواتها بسيطه جدا. اخي انت تخيل ان تكلفه الشطرنج اللي احنا وزعناه 125 جنيه لا تمثل اقل من قيمه وجبه، اقل من قيمه وجبه. فيعني ادوات لعب الشطرنج بسيطه. طيب ازاي الطلبه يقدروا ان هم يتواصلوا ويشاركوا مع اللجنه المنظمه للبطوله؟ هل في اوراق مطلوبه؟ يا فندم احنا كمنطقه العربيه للشطرنج نستقبل اي حد في اي وقت. وعندنا صفحه وبنعلن عن كل البطولات اول باول عندنا. صفحتكم ايه يا فندم؟ منطقه الغربيه للشطرنج. هل هم يقدروا من خلالها يتواصلوا معاكم ان هم يشاركوا؟ يا فندم على طول بيتم، دي مش اول بطوله يعني عامه، لكن ده اول بطوله مدارس نعملها. صحيح. متاح يا فندم في اي وقت، وانا متواصل مع وكيل وزاره التربيه والتعليم وكل المهتمين في مصر عامه وخاصه محافظه الغربيه تحت امره. احنا هنتكلم معاهم فتح اكاديميه مجانا للطلبه في الغربيه ان شاء الله. صحيح. يعني في المدارس يعني نتمنى يعني كل التوفيق لحضراتكم ولمحافظه الغربيه وللشطرنج الرياضه الذهنيه الاهم في العالم على الاطلاق. بنشكرك محمد خلاف رئيس منطقه الغربيه للشطرنج.